الخطيرة والعنيفة، وينصح عدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية المتخصصين. مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة قال لي الاهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بشهور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم تتبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. مشيت الماي قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغيرة وكنت راجل عجوز، مضطر بلاي كروكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبرة مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، ما أظن الفكرة وصلت مش زي مكاني. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتتبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. النهارده هنتكلم عن لعبة أو رياضة بقى ليها شعبية عالية جدا ما بين ممارسيها جوه مصر وبره مصر، وعلى فكرة من أشهر الناس اللي بتمارسها بره مصر هو فان ديزل. لعبة النهارده ليها كذا ميزة، أول حاجة إنها بتتلعب في أي مكان، في البيت، في الشارع، على القهوة. تاني حاجة إن تكلفتها منخفضة جدا، وده مش موجود في رياضات كتير. تالت حاجة بتدي بنية جسدية هايلة جدا للي بيمارسها. لعبة النهارده هي الستريت ورك اوت او تمارين الشوارع. ماجيك سيستم غدوان شوقي. الستريت ورك اوت اتسمت كده مجازا عشان دايما بتتلعب في اماكن مفتوحه، في حدائق، في جناين، في اي حته مفتوحه، فعشان كده تم تسميتها ستريت ورك اوت. اول ما ظهرت في شمال اوروبا وبدا انتشارها في امريكا في بلاد العم سام سنه 1960 على ايد هاني باد، اللي صور نفسه وهو بيلعب وبدا ينزل فيديوهاته على اليوتيوب ووصل الفولورز بتوعه بالملايين.
تعالوا نروح نتعرف دلوقتي عن الستريت وورك اوت من كابتن محمود سمير مدرب فريق باور بادز. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. يعني شفناكوا النهارده بتعملوا اداء عالي كلكم، وكنت مبسوط قوي ان في روح رياضيه الناس هتعرفها دلوقتي، ان انتوا كلكم مش تيم واحد بس تلعبوا لعبه واحده. يعني كلكم تيمز مختلفه. النهارده كان معانا باور بادز ومعانا بيروز باور ستار وسام فوزي لوحده، يعني مش فريق. في حد جاي من اسكندريه، بيومي جاي من اسكندريه، وفي حد جاي من البحيره. ما هو البحيره باور ستار. باور ستار. يعني انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. مبدئيا خلينا نخش في الموضوع، يعني ايه ستريت ورك اوت؟ ستريت ورك اوت بكل بساطه هي لعبه بالبادي ويت، ما فيش فيها اي اوزان. البادي ويت اللي هو وزن الجسم. وزن الجسم تمام، ما فيش فيها اي اوزان زياده. بتعتمد فيها على قوه التحمل العضله، بيبقى عندك فلكسبيليتي عاليه جدا، وبيبقى عندك سترينث عاليه جدا، تقدر تتحكم في عضلات جسمك بصوره كبيره جدا. فبتوصلنا ان احنا نوصل زي ما شفت جبنا في السكيلز، نوصل نعمل سكيلز عاليه جدا. عالي جدا في الجسم. الفكره بكل بساطه انه احنا عندنا اللعبه متقسمه نصين. نص اللي هو الروتين، احنا نتمرن بروتين بوزن الجسم، زي اشهر حاجات عندنا اللي هي المتوازي اللي هو والعقله تمام، وعلى الارض تمارين على المتوازي العقله الارض. الفكره ان احنا اللعبه دي اسمها ستريت ورك اوت، انها بتتمرن بره في الباركس، ما بتبقاش جوه في اي جنينه في اماكن مفتوحه. بالظبط، ما بتبقاش جوه كلوز اريا، يعني ما بتبقاش جوه مش في اماكن مقفوله. فهي الفكره ان انت ازاي تمرن جسمك باقل امكانيات ممكنه وتوصل ليفل فيتنس عالي جدا. فهي الفكره ان انت لو عندك اي عقله متوازي في البيت، في الشارع، على البيتش بره بتمرنوها، في اي مكان، هتقدر توصل ليفل عالي جدا. مش محتاج ان انت تدفع فلوس، مش محتاج ان انت تروح جيم، مش محتاج ان انت تضيع وقت تروح جيم عشان تتمرن. فهي دي الفكره الاساسيه بتاعتها والميزه اللي فيها. طبعا احنا يعني هي فيها مميزات تانية، ان انت بتخلي عندك بيسموها العصب، قوه العصب اللي هو توافق عضلي عصبي عالي جدا، فيكسابيليتي عاليه جدا في جسمك. بتقدر يعني لا قدر الله حاجه حركه مفاجاه ولا حاجه، بتبقى جسمك مرن وبياخد الدنيا. تمام. انا لاحظت ده، يعني ان الناس ما شاء الله في فليكسيبيليتي وفي عضل وفي كل الكلام ده، وده يعني في ناس بتروح الجيم بس تهيألي ما بيوصلش للفليكسيبيليتي بتاع العضله كده، يعني العضله ما بيجيش عندها المرونه دي ولا ايه؟ هي الفكره الاساسيه ان احنا عكس الجيم تماما. احنا تماريننا بتبقى بالبادي ويت، بوزن الجسم. الجيم لازم بتحط وزن اضافي على العضله. احنا عندنا تمارين بتشغل مينلي كذا عضله مع بعض. الجيم لا، بيركز على عضله واحده. يعني مره هلعب بنج، بلعب بنج بشغل معاها حاجه يعني ثانويه مش اساسيه، مثلا بشغل معاها تراي. احنا تماريننا غالبا بتلاقي في عضلات كتير شغاله مع بعض، فده اللي بيخلي عندك التوافق عضلي عصبي عالي جدا، وبيخلي وبعدين احنا التمارين بتاعتنا بتبقى اعداد كبيره جدا، وبيبقى فيها قوه تحمل عاليه، قوه تحمل العضله. يعني مثلا بنتمرن ساعتين متواصل، غالبا ما بيبقاش فيها وقت، فترات راحه قليل جدا، فده بيخلي عندك السترينث بتاع الجسم بتاعك بيعلى جامد جدا. يعني ممكن حد يشوفنا النهارده ويشوف الفيديوهات اللي انتوا كنتوا بتعملوها والاداء اللي انتوا والاداء اللي كان يقول لك انا مستحيل اوصل للي هم بيعملوه ده. الموضوع بكل بساطه عايز تمرين. احنا اللعبه ابتدت في مصر من سنتين، ما كانش في حد بيعرف يعمل ماسل اب اللي هي اسهل حاجه عندنا اللي هو بيطلع فوق البار. دلوقتي الشباب بسم الله ما شاء الله يعني داخلين بطوله العالم. كابتن عمر الجبلي كمان شويه هتعامل معاه، داخل بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله. الفكره انه لا، هي بالتمرين. احنا ناس بتيجي بعد شهرين بيبدا يبقى عنده سكيلز. هو كل واحد عنده حاجات هو مش عارف ان هو بيعرف يعملها. فلما يبدا يتمرن ويعمل بلاها انها بتيجي معاه بكل بساطه. يعني فهو يعني احنا مش سوبر هومن، يعني احنا مش خارقين، احنا بكل بساطه احنا ناس زينا زي اي حد تاني. الفكره بس ان احنا بنتمرن ومواظبين على تمرين بتمرين معين بكل الكلام ده. بتبقى طبعا لايف ستايل، اللعبه اسلوب حياه. بتبقى انت يعني بتوصل لادمان فعلا. يعني يوم ما تتمرنش دي بتحس ان انت بتعمل غلط، متضايق، زعلان ان انت ما اتمرنتش النهارده. فتقريبا تتمرن كل يوم، وبساطتها ان انت تقدر تتمرن في اي مكان، مش تروح جيم، في البيت ما عقله ومتوازي اتمرنت. في الشارع اي بار هتلاقي، يعني الشباب بقى كتر بيدمنوا اي عمود في الشارع بتشعوط وهم ماشيين. ماشي تلاقيه ماسك في اي عمود بتشعوط. فهي دي متعتها، ومتعتها كمان ان انت في حاجات كنتش متخيل انت تقدر تعملها، وبعد فتره بتيجي معاك حاجات عماله تطلع.
ففيها متعه يعني فيها جديد دايما. كله مع التمرين الواحد مستواه بيتقدم. خلينا نتكلم عن المنافسه. اللعبه دي فيها منافسه او في مسابقات او بطولات؟ اه في بطولات. احنا لسه اول بطوله اتعملت في مصر من شهر او شهرين، اقل من شهرين. البطوله هي يعني هي طبعا ما فيش فيها اتحاد في مصر بس، وحتى بره ما فيش اتحاد بمعنى اتحاد، لان هي اللعبه تبقى فري ستايل. فري ستايل يعني مفيش رولز تحكمها. انت الابداعك تكسب ازاي، انت تعمل حاجه جديده ازاي، تميكس بين حركتين ازاي. يعني زي ما قلنا هي اللعبه حتى السكيلز فيها جزئين، جزء سترينث بحت اللي هو بيبقى زي ما شفنا مثلا فرونت ليفر ثبات، باك ليفر، هيومن فلاج ثبات، كلها حاجات ثبات. في حاجات تانية، جزء تاني اللي هو بسميه فري ستايل اللي هو في حركه زي ما شفنا الناس بتتحرك من بار لبار وتنط وتعدي فوق البار وحاجات كده، فده جزء تاني. فالبطوله ازاي اللي بيكسب ازاي يعرف يعمل ميكس بين الاثنين ويطلع يبتكر حركه جديده، دي اللي بتديله الافضليه عن اي حد تاني. طبعا في حاجات تانية طبعا بيقيموا بيها اللي هو التفاعل الناس وتفاعل الجمهور وادائه والحركه وحاجات كده. تمام. مبدئيا يعني في اخر الحوار انا احب اشكرك جدا ان انتوا استضفتونا في مكانكم النهارده. ده المكان بتاع بارباديز. ده مكان بارباديز، ده اول بارك يتعمل يعني مش اول بارك، من الباركات الجديده اللي اتعملت في مصر. احنا كنا قبل كده مزنوين جوه جيم، عملنا بالمجهودات الذاتيه بارك ونمرن تقريبا تمرين يومي احنا مجموعه من المدربين، ونورتونا والله. ميرسي يا كابتن، و كملين معاكم في الستريت ورك اوت. ميرسي يا كابتن، شكرا. Open your soul, enjoy yourself, a feeling far away from pain. Open your mind, your dream is free, diamonds from heaven falling down on me. Open your soul, enjoy yourself, a feeling far away from pain. Now I am singing in the rain. عمر الجبلي برضو من تيم بار فيروز بيلعب ستريت ورك اوت. عمر ابتديت امتى؟ انا ابتديت من حوالي سنه وتسع شهور. سنه وتسع شهور، هي اللعبه بقى لها سنتين اصلا. فاهم. يعني انت لعبت بعد ما دخلت بشهر. يعني كام شهر كده. تمام. لعبت ليه ستريت ورك اوت؟ انا عن نفسي بحب الالعاب البادي ويت او اللي هو وزن الجسم، وما بحبش الجيم لان الجيم بيبقى روتيني، فانا كده كده كنت عايز ابني جسمي فكنت بتمرن سباحه. جات فتره بطلت سباحه، فعرفت عن طريق الفيسبوك لعبه اسمها ستريت ورك اوت. بدات اتمرن مع نفسي على العقله واجيب شويه حركات خفيفه في البدايه، بعد كده بدات اعلى، بعد كده دخل معايا اصحابي وعملنا فريق، وبعد كده ابتدينا نجيب حركات ونتابع البطولات العالميه ونعرف اسماء الناس وكده. يعني اللعبه كانت صعبه اكيد لما ابتديت. هي بتبقى صعبه لان هي مختلفه عن اي حاجه تانية ممكن تلعبها. يعني مثلا الجيم، ان انت في الجيم مثلا بتحتاج ان انت تشيل وزن او تزود فيه، هنا بتحتاج ان انت قوه، وبتحتاج ان انت يبقى عندك عصب وتوازن وكذا حاجه كده لازم تتجمع مع بعض عشان يطلع لك في الاخر الحركه او الشكل اللي انت بتعمله. بس لو واحد دخل في الاول مع التمرين ممكن يقول لك طبعا يعني. يعني في ناس بتبقى ما بتجيبش عقله خالص او ضغط ومستواه بيعلى، بتوصل لحاجات يعني حلوه جدا. يعني عادي ما فيش حد نفسيته تقفل لو راح مره جرب؟ لا لا لا، مش من اول مره عارف يادي كويس. هي كده كده مش من اول مره اطلاقا يعني، بس هي بتيجي مع الوقت، وغير كده ملهاش سن معين، انت ممكن تبدا من اي سن. واخبارها بقى ايه؟ يعني اللي بيلعب بالستريت ورك اوت محتاج متطلبات معينه عشان يعرف يلعبها؟ بنيه جسديه معينه، وزن معين، الكلام ده؟ الستريت ورك اوت مش محتاجه وزن جسم معين او تاهيل معين، زي ما قلت لك انت ممكن تبتدي من الصفر او من تحت الصفر. كل اللي بتحتاجه بس ان انت تقلل من نسبه الدهون لو انت عندك دهون كتيره، عشان انت كده كده بتشيل جسمك، فعشان تقلل الوزن اللي انت بتشيله فبتحتاج تقلل الدهون اللي عندك. ممكن واحد من ممارستها يمشي على الاثنين، ان هو يخس بيها وفي نفس الوقت يبني بالظبط اعصابه وعضلاته والكلام ده؟ بالظبط. وجواها كمان في فروع، يعني في ممكن عايز تضخم، عايز تشرح جسمك، عايز تجيب سكيلز فيها، بتختلف فيها حاجات كتير جواها. يعني ممكن مفتوحة. واحد يلعب من اجل ان هو يعمل عضلات، من اجل شكل الجسم، يعمل تشريح للعضلات بتاعته. بالظبط. انا اول مره اسمع المعلومه دي منك يعني. لا هي موجوده، ومعظم الناس اللي في مصر اصلا متخيله ان العقله والكلام اللي هو بيقولوا السويدي يعني
متخيلين ان هو بيشرح بس، لا هو ليه جواه مجالات كتيره جدا، مش بس بيشرح يعني. خلينا نتكلم بقى عنك شويه. انا عرفت ان انت داخل البطوله صح؟ تمام. البطوله قريب. اه الكلام احكي لي عنها شويه، دي بطوله ايه وانت عملت ايه عشان توصل لده؟ البطوله اللي انا داخلها دي بطوله دي تصفيات كاس العالم، تبقى في موسكو يوم 2/7. كل سنه من سنه 2011 بيتعمل بطوله كاس عالم، بتبقى عباره عن كذا ستيج وتصفيات لحد ما نوصل للفاينل. السنه دي عملنا اول بطوله للجمهوريه في مصر. بدانا نجمع الناس من كل مصر، الناس كانت اول مره من مصر كلها تتجمع مع بعض. كلمنا الاتحاد العالمي، بدانا ننسق معاه ان احنا عايزين البطوله دي يبقى معترف بيها، لانه طبعا ما فيش اتحاد هنا وما فيش تواصل بيننا وبين الاتحاد العالمي ده قبل كده. فادونا الشروط بتاعتهم وشويه حاجات نعملها كده عشان نبقى معترف بيها. الحمد لله قدرنا نحقق كل الشروط اللي طلبوها. ايوه. وعملنا البطوله والحمد لله انا كسبت فيها، وان شاء الله اروح موسكو ان شاء الله باذن الله. سفرك لموسكو هيبقى على حسابك ولا السفر لموسكو المفروض ان السفر لموسكو بيبقى على حسابي انا، بس الاتحاد العالمي عشان اول حد من مصر وكده فهم هيتكفلوا بكل المصاريف ما عدا الفيزا. فيعني هو في برضو مشكله في الموضوع ده، ان كان في كذا مسابقه وكذا بطوله جات لنا قبل كده واحنا ما بنعرفش نروحها بسبب ان مفيش سبونسر لينا، مفيش حد بيعانا هنا في مصر، وطبعا احنا مش هنقدر نتكفل بالمصاريف دي لانها بتبقى مصاريف كتيره جدا، سفر واقامه وحاجات تانية كتير يعني، لانه محتاج فلوس كتير ومحتاج دعم يعني. محتاج دعم. طب بره الستريت ورك اوت واخد حقه يعني؟ بره بيتصرف عليه جدا، وبيتعمل له مسابقات تقريبا كل 3 شهور او اقل من كده بيتعمل له مسابقه شكل، غير المسابقات السنويه يعني في كل انحاء العالم، في كل البلاد، في روسيا، في امريكا، في فرنسا، في اوكرانيا، كل البلاد تقريبا. هتستعد ازاي لبطوله البطوله اللي انت داخلها وكاس العالم؟ هبتدي ازود ساعات تمريني واركز اكتر مع ان انا اعرف اجمع الدرجات في البطوله، لان هي متقسمه على كذا حاجه يعني، على درجات، فانا هبتدي اركز معاهم وابتدي ادوس على نفسي شويه عشان اعرف ادي قدام الناس اللي هناك. التيم بتاعك بتلعبوا فين بقى؟ بار فاروس اللي موجودين فين؟ احنا بنتمرن في الحوامديه في الجيزه. تمام، حوامديه. كويس ان انتوا موجودين هناك، تخيل انتوا الوحيدين اللي هناك. احنا الوحيدين اللي هناك. عرفت منك قصه واحنا بنتكلم قبل ما نبتدي التصوير، لما كنت بسالك على البارك او الحته اللي انتوا بتلعبوا فيها. قلت لي اللي هي ما اصلا يعني كانت غير مؤهله ان بني ادم يقف فيها. هي كانت عباره عن بيت كان طوب الناي وتهدف مكانه. وغير كده بقى لها كذا سنه، حوالي 10 سنين، فالناس بترمي زباله فيها، فبقت عباره عن كوم زباله. فاحنا بدانا ننظف المكان ده، نشيل الزباله الاول، بعد كده نشيل الطوب، بعد كده نشتري الحديد واحده واحده، كل ما نبقى معانا فلوس نشتري حاجه. بدانا نقطعه بنفسنا بمساعده والدي طبعا. بدانا نشوف المقاسات ونركب الحديد ونسوي الارض في الاول اصلا، لانها ما كانتش مؤهله زي ما قلت لك. الناس كانت مرحبه بالموضوع ده ولا كان ماشي ازاي يعني، ولا ايه اللي بتعملوه ده بالظبط؟ كان كل شويه حد يعدي ايه اللي بتعملوه ده، فانا طبعا مش هقدر اشرح للناس ايه اللي انا بعمله ده لحد ما يشوفوه. في البدايه كان الناس مش مقتنعه لما اقول لحد انا هعمل كذا كذا، بس بعد كده وبالذات لما عملنا اول بطوله كانت هناك، فالناس تقريبا اهل المنطقه كلهم كانوا بيتفرجوا عليها وبعتوا اولادهم يتمرنوا اصلا. هايل والله. قد ايه ان ممكن الرياضه تبقى مفيده في التنميه المجتمعيه، زي ما شفنا بار فارس عملوا ايه في منطقه عندهم في الحوامديه، قدروا يحولوها من مكان بترمي فيه النفايات لمكان بيتدرب فيه رياضه وبيتنمى فيه حاجات كثيره جدا. عمر بالتوفيق. Calling up everyone I know. We're trying our best to keep our monsters inside. Nobody wants to be alone. But tonight we're all believers, and I feel alright with all of my heart. احمد بيومي بيلعب ستريت ورك اوت. مبسوط جدا من احمد ان هو جالنا النهارده من اسكندريه لغايه القاهره. يعني احييك على المجهود اللي انت عملته عشان توصل النهارده، واحييك على الاداء اللي شفته منك النهارده. الحمد لله الحمد لله. على فكره احمد بيلعب من غير تيم، بيلعب لوحده. بتلعب ازاي لوحدك؟ والله الواحده هي بدات معايا الموضوع بالظبط سنه 2010،
كنت عادي، كنت بغاوي الجيم بصراحة يعني. ففجأة بقلب على اليوتيوب كده، فجأة لقيت واحد بيمسك العقلة في فيديو وبيفرد جسمه، قلت ايه ده، الله 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 الله، وفي حد ممكن يفرد جسمه ويعمل كده؟ كنت مندهش بصراحة يعني. فالمهم جربت طبعا اعمل حركة على العقلة، طبعا فشلت فشل ذريع ووشي كان هيتقطم وحاجات زي كده يعني. بس طبعا ها دخلت بقى، عرفت اسم الحركة، عرفت يعني ايه تمريناتها، لازم اكون عندي مثلا ريكويرمنت معينة عشان اوصل للبروجريشن اللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما اعرف افرد مثلا فعلا جسمي وهكذا. بس ما شاء الله قطعت شوط كبير قوي لوحدك. الحمد لله. وبصراحه يعني لا، بس والله يعني بعد كده بعدها بسنه بسنتين الواحد عرف ده وعرف ده وعرف ده، ولا واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، وجمعنا بعض وناس عملت فرق وبقينا نتقابل هنا وهنا وهنا، ويعني وكوننا بعض الحمد لله يعني. الجماعيه والروح الرياضيه اللي موجوده دي هي دي احلى حاجه. الروح طبعا طبعا طبعا، ان انتوا كلكم مش تيم واحد بس بتلعبوا لعبه واحده. بالظبط كده يعني، اللي انتوا وكلنا اخلصنا ليها واحد، كلنا فعلا بنحبها وممكن نديها اي حاجه يعني، يعني من جوانا دي في دمنا صراحه يعني. في الستريت ورك اوت عن الالعاب الثانيه، بص انا عندي بس حاجه واحده عايز اقولها، هي اسمها اصلا كاليسينكس مش ستريت ورك اوت. كاليسينكس دي جايه من كلمه اغريقيه اسمها كالوسينوس اللي هي بيوتيفول سترينث، القوه الجميله. دي معناها ايه يعني غير الجيم يعني؟ انا اشيل وزن مثلا تقيل ايوه دي انا هلعب على يعني مثلا هقول لك حاجه، وانت مثلا في الاول دور بره انت مفيش حاجه في حياتك بتمسك مثلا دمبل وتقعد تعمل كده، او بتنام وتقعد ترفع وزن مثلا، مفيش حاجه في حياتك تعملها كده. لكن انت ممكن مثلا تكون بتجري مضطر تنط سور تعمل حاجه تسند نفسك بتقع كلام زي ده، كل ده هينفعك في حياتك غير الجيم بس. فده شايف احسن من الجيم بكتير، وبتبني جسم وبتبني عضل وبتقسم جسم وبتحرق دهون وبتعمل برده كل الجيم يعني بيعمله. اللي عايز يعمل لك ده بديل للجيم، ويمكن كمان افضل ان هو بيديك فليكسبيليتي. طبعا مش موجوده يعني، ده انت ضد الجاذبيه، انت بتشيل نفسك مش بتشيل وزن خارجي. فلما تشيل نفسك دي احلى حاجه طبعا، دي اصعب حاجه واحلى حاجه. وعلى فكره مش صعبه والله من الممارسه. طب الناس عشان تعمل جسم بتقعد 3 4 سنين جيم، انت لو قعدت 3 4 سنين دول اتمرنت ورك اوت انت هتبقى بتطير، هتبقى واحد الواحد هتطير بمعنى الكلمه. فعلا تبقى سبايدر مان بجد. صحيح على الحيطه وتقف على ايديك. طب ده والله فعلا صحيح 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 فعلا الكلام ده، من غير مبالغه ده فعلا اللي انت بتقوله صح. لازم في ناس كده. في حد مميز عندك من الناس اللي بتلعب بره، او اللي انت حاطه عايز توصل لمستواه؟ هو في كذا حد انا مهووس بيه بصراحه، مش واحد بس. بس في مثلا في ناس كتير، في ناس مش عارف اتكلم على مين ولا مين بصراحه يعني. قول اسامي عشان الناس تبقى عارفه مين الناس المميزه بره مصر في اللعبه. في مثلا واحد اسمه N1K، اسمه نيك من روسيا. ده من افظع الناس يعني، ما شاء الله عليه يعني، فعلا ده طياره. وفي واحد تاني بقى ايه ده بتاع عدات وتكرارات وما شاء الله بيعملها قانوني كما قال الكتاب، اسمه ديفن سوسا، اسمه زاريل زاكافيلي او زيف زاكافيلي بيقولوا له كده يعني. ده ما شاء الله ده وهمي، ده يعني عمل 100 عده من غير ما يسيب العقله. 100 عده يعني عمل 50 عقله بيفرد دراعه للاخر ويطلع لحد دقنه، راح جاي طالع فوق العقله وعمل 50 عده متوازي من غير ما يسيبها. ده عمل حاجه وهميه ما شاء الله اسطوريه. ده ده صعب ان شاء الله. امين قريب باذن الله. باذن الله ونشوفك ونيجي نصور تاني معاك. خلاص باذن الله في ايوه اسكندريه ان شاء الله. تنورونا تنورونا الله يخليك. شكرا
في ناس كتيره من محب الرياضه او اللي بيحبوا يتفرجوا على الفيديوهات الاونلاين ولا على السوشيال ميديا عشان يشوفوا ايه الجديد في عالم الرياضه. كان في عنوان كده وفي فيديو بتعمله شير كتير قوي الفتره اللي فاتت، اسامه فوزي سبايدر مان مصر او اخذ لقب تاني سوبر هيومن ايجيبشن سوبر هيومن. اسامه فوزي يا جماعه اللي انتوا شفتوه اللي كان بيعمل حركات اونلاين وعملت حاجات كتيره، يا عم عملت ايه ده؟ انا نفسي جيت بفتح الفيسبوك عندي لقيت ناس كتيره مشاره الفيديو بتاعك. انا عرفت السر دلوقتي، انا ما كنتش عارف انت بتلعب ايه او بتمارس ايه، عرفت اللي هي الستريت ورك اوت. تمام، كلمني شويه عن الموضوع ده وخاصه اللي انت بتلعب لوحدك كمان. تمام، انا بداتي زمان يعني كنت زي اي رياضي، كنت هدف ان انا عايز اهتم بجسمي، بس اللي هو عايز ابقى يعني شفت اللي بيلعبوا بودي بيلدينج والحاجات دي كلها، بس بتكون اوزانهم تقيله وما هماش خفاف. يعني كنت بمارس رياضات عامه الكوره والحاجات ديت، فكنت عايز يعني كنت ساعتها اصلا مش مسموح لي ان اروح الجيم وكده، كان سني صغير، فبدات بالتمارين التقليديه اللي هي الضغط والعقله والكلام دوت. فبس ففي مره من المرات يعني شفت لي فيديو بسيط قاعد على اليوتيوب وواحد كان بيعمل حركه يعني معلق جسمه ومايل، فعجبتني الحركه دي جدا فتابعتها وحاولت اتعلمها لغايه ما مره واحده اكتشفت ان اصلا دي رياضه وليها حركات ثانيه كتير، رياضه اسمها سيتو كاوت. ومنها بقى بدات اكتب مع نفسي، بدات اتمرن مع نفسي واتابع فيديوهات كلها عن طريق اليوتيوب وعن طريق الفيسبوك، وبدات اتعلم الحركات والحمد لله يعني عملت مستوى كويس. ايوه، ناس كتيره لما شافت الفيديو اللي انت كنت عامله بوست على الماب دوت بيعمل كده ازاي؟ هو بيلعب رياضه ولا ما بيلعب؟ يعني انا نفسي كنت عارف انت بتلعب ايه، قدرت توصل للمستوى ده في قد ايه؟ تمام، وانا رياضي تقريبا بلعبها بقالي 3 سنين. بدايه ان انا بدات اعمل الفيديو يعني حسيت ان انا متميز عن ناس كتيره في مصر، فبدات دورت لي عن واحد يعني يكون قوي في التصوير اللي هو صديقي شادي، وجهزت نفسي واتمرنت واهلت جسمي كل حاجه، حاولت يعني يوم ما طلوعي وان اطلع اظهر قدام الناس يكون عامل فيديو يعني الناس كلها تتكلم عنه. هو كان حلو بالظبط، بدات شديت حيلي واتمرنت ويعني اجتهدت وكله بالصبر والعزيمه بيجي يعني، بس والحمد لله قدرت صورت مع صاحبي شادي فيديو، عملنا فيديو اخراج ومونتاج وكل حاجه وحركات قويه. كلمني بقى عن اللعبه شويه، شدك فيها ايه؟ تمام، هي عامه حلقه اللعبه ان هي غير مكلفه وتقدر تمارسها في اي مكان. رياضه يعني انا مش محتاج يكون معايا فلوس كتير او مش محتاج اروح مكان عشان ادفع فلوس اتمرن فيه، لعبه للناس البسطاء وتنفع يعني لاي شخص، يعني موفره لاي شخص. فهي حلاوتها زي ما قلت لك ان هي غير مكلفه ولعبه مميزه، حركاتها بتبهر الناس، الناس بيشوفوك يعني يحسوا انك انت انسان خارق حاجه، فانا بحب حاجه فيها التميز وكده. فالحمد لله بقى بدات ادخلها وكده. هي فكره اللعبه كلها ان هي بتعتمد على وزن الجسم، يعني كله شغل بادي ويت، بمعنى عكس يعني اكتر حاجه تشالنج او فيها منافسه شديده اللي انت تلعب على وزن جسمك بس. بالظبط، فانا كل المصل بتاعي بيطلع عن طريق التمارين الجسديه انا بلعبها بنفسي، زي البوش اب البول اب الهاند ستاند بوش اب، كل التمارين دي ببدا امارسها لوحدي وبقدر اعمل بروز للعضل وكل حاجه وشكل متناسق وحلو احسن من لعيبه كمال الاجسام يعني عامه، بس يعني بطلع بعمل عضل مليان وكده، بس في ناس ليه مش خفيف يعني تلاقيه على العقله ما يعرفش يعمل عدتين عقله او حاجه زي كده. بس هي فكره العقله ان انت بتلعب بوزنك بالوزن بتاعك مش وزن خارجي من بره. بس قول لي انت بتلعب لوحدك، يعني دي من الحاجات برضو بالنسبه لي يعني وصلت فيها ازاي بالمستوى ده وانت بتلعب لوحدك؟ ليه ما لعبتش زي ما قلت لك انا ليه ما عملتش تيم؟ طيب لما انت من زمان، هو انا زي ما قلت لك يعني انسان كنت بحاول ادور على التميز، يعني كنت بحب اول حاجه اسمها رياضه، فبدات يعني الرياضه عجبتني وبدات خلاص اكتئت فيها ومع نفسي في البيت بدون ما اي حد يعرف عني اي حاجه، بتمرن في البيت وممكن ساعتين ثلاثه. كان اهلي كلهم رافضين الفكره يعني بيشوفوني بعمل حركات غريبه اللي هو انت مستقبلك ركز في المذاكره ومش عارف ايه، فكنت والله يعني حاجه من عند ربنا كده، كنت لوحدي برده من وراهم اروح اتمرن ومش عارف ايه واتمرن لوحدي في الاوضه، يعني كله يعني حاجه من عند ربنا كده الواحد شد حيله. اثرت ايجابا ولا سلبا على الدراسه؟ طبعا ايجابا. على الدراسه هي تفرق طبعا، انك يعني شوف انك عايز تعرف طبعا لو عايز تميز في حاجه وتحسن في حاجه يعني هتاثر على نفسك في حاجه تانية. بس انا بالنسبه لي مش مشكله، انا يعني دخلت الكليه اللي انا كان نفسي فيها اللي هي كليه التربيه الرياضيه والحمد لله يعني فخور ان انا داخل كليه زي ديت وبس، والحمد لله اديني هو يعني مبسوط جدا ان انا موافق. تاثير طبعا الورك اوت عليك اثرت عليك كشخصية، انت يعني بقيت شخص ايجابي في المجتمع، بقيت يعني زي قدوه كده للناس، الناس واخدينك قدوه نفسهم يبقوا زيك، نفسهم يتعلموا منك، عايزين يشوفوا منك فيديوهات تعليميه، فبيأثروا عليك بيخلوك تزداد حماس اكتر وانك تبقى يعني حاجه كويسه للناس وياخدوك قدوه ليهم، فلازم انت اكيد بتحسن من نفسك داخليا وكل حاجه. عايز توصل لحد فين؟ والله ان شاء الله الواحد يعني هدفي كله ان احنا ننشر الرياضه دي في مصر عامه، توصل لكل الاجيال وكل الناس وتبقى الرياضه رقم واحد في مصر يعني،
والشباب يعني يبداوا يستغلوا اوقاتهم اوقات الفراغ انهم يمارسوا الرياضه بدل ما هم بيستغلوها في حاجات تانية في حاجات غلط وكده. فبس في ريت الرياضه دي تنتشر في مصر ويبداوا يعملوا لها بارك. ويعني بنحاول احنا بنناقش وزاره الشباب والرياضه انهم يعملوا كذا بارك في الحدائق المغلقه. هي عامه الرياضه دي بتكون في الحدائق فيعملوا لها في كذا مكان. هي غير مكلفه، دي الفكره كلها ان هي متوازي عقله، بس فمجرد الشباب في اوقات فراغهم يروحوا يتمرنوا على رياضه زي ديت هتفيد جسمهم وعقلهم وهيستغلوا وقتهم اللي بيضيع على الفاضي وبيستغلوه في حاجات ثانيه غلط كتير. والرياضه مناسبه لاي سن سواء كبير سواء صغير، اي سن مناسبه ليه. فالرياضه يعني مفيده جدا. يعني انا مبسوط ان انا معاك يا اسامه. الله يكرمك. هبقى مبسوط اكتر لان في مصر فيها حدائق كتير جدا وفي القاهره وفي كل المحافظات عندنا حدائق كبيره جدا. الموضوع اللي ورانا اللي احنا شايفينه ده يعني ما اظنش ان هو مكلف قوي. بيدفع فيه فلوس بس لو الحكومه عملته مش هيبقى مكلف بالشكل اللي هو المبالغ فيه يعني، ونقدر بيه نحسن من حاجات كتيره في المجتمع. اسامه نورتني. منور. شكرا. حبيبي الله يكرمك. برضو اللي موجودين معانا النهارده وانا مبسوط لو هم عملوا المجهود، رمزي محمد من تيم بار ستار جاي من البحيره. نورتني. الله يخليك. يعني اشكرك الاول على المجهود اللي انت عملته عشان تبقى معانا النهارده. شكرا. واشكرك على الاداء اللي انت اديته النهارده. الله يخليك. شكرا. ابتديت ستريت ورك اوت امتى؟ انا تقريبا ابتديت من اخر 2012 كده. تمام. شفت اللعبه عن طريق اليوتيوب، كنت عادي زهقت من الجيم وكده وشغل الروتين اللي فيه كده، فحبيت اغير اشوف حاجه جديده وكده. فبدات ادور على النت شغل فيتنس كده، فدخلت لقيت لعبه اسمها ستريت ورك اوت، فبدات العبها. عرفتها على صديقي اسمه صفا معايا في الجيم فعجبته، بدانا نروح عندنا نادي في كفر الدوار في البحيره، بدأنا نلعب على العرضة بتاعت الجون وكده. فبدأنا بقى نلعب واحدة واحدة ونشوف الحركات ونحاول نقلدها، بس الحركات كانت بتيجي معانا بصعوبة شوية عشان ما كانش في حد بيساعدنا وكده ولا يدنا بتعمل ازاي. فرق ايه معاك لما كنت بتلعب جيم وما بقيت تلعب ستريت ورك اوت؟ فرق معايا حاجات كتيرة جدا، يعني اهم حاجة فيها المتعة. يعني الجيم كنت ممكن شهر وامل منه واسيبه. اللعبة ديت من اول ما لعبتها فضلت مستمر عليها كتير، يعني ممكن اللي يوقفني دراسة، بخلص حاجات الكلية، امتحان، معرفش ايه الكلام ده، بس على طول بتمرن. حتى لو وقفت بتمرن في البيت، ضغط في البيت عندي، مركب عقلة في البيت عندي في الأوضة بتاعتي كده، بس ما وقفتش. الجيم شغل روتيني. فممكن الواحد يمل منه. بالظبط كده. طب واللي يلعب الاثنين مع بعض ممكن؟ ممكن حد يلعب ستريت ورك اوت وجيم مع بعض؟ بس اللي تلعب، يعني لو انت عايز تلعب الجيم بحيث ان هو يفيدك في الستريت ورك اوت هتلعب باسلوب معين. يعني مثلا انت لو هتروح الجيم هتاخد بنش مثلا بتاع كده، لا انت مش عندنا في الستريت ورك اوت هتلعب بالصدر مثلا بطريقه معينه، بالطريقه اللي هي هتفيدك في الحركه. يعني مثلا لو البلانش مثلا بتجيب كتف مثلا وصدر، يبقى همسك مثلا الدمبلز واظبط بيه في وضعيه البلانش مثلا كده، وهكذا بقى على باقي الحركات. وفي ناس يعني لو عندك واحد بيجي لكم في التيم بيلعب في الجيم وبيلعب ستريت ورك اوت بتدي له التمارين دي وبتقول له اتمرن ازاي والكلام ده كله. طب اخبار الستريت ورك اوت في البحيره ايه بقى؟ في البحيره يعني ما العدد اخباره ايه؟ في ناس يعني كتير عارفه الموضوع صعب. يعني في الجيم اللي انا بمرن فيه، يعني اللي بيجي مثلا بيتمرن في الجيم، هو احنا عندنا صالتين، صاله بتاعت الفتنس ومركب فيها عقل، وصاله للجيم. الصاله اللي فيها الفتنس وكده الناس لما بتيجي الجيم بتيجي تبص، طب دول بيعملوا ايه، طب اخش اجرب كده. لكن في البحيره عموما بره ما مش معروف. نعمل ايه طيب عشان الرياضه دي تتعرف واللعبه دي تتعرف؟ هي تستاهل بصراحه، يعني بعد اللي انا شفته واللي انا بسمعه منكم ده هي تستاهل. يعني لو الناس اتعرض عليها بره، يعني نعملوا مثلا حته البلد او الحكومه مش محتاجاها في حته في حاجه، نبني بارك مثلا. تمام. ممكن الاعلام يعني يساعد شويه، يساعد شويه. ايوه الناس هي يعني ديت اكتر حاجه هتفيدنا. بعد كده التدريب، يعني الحمد لله في مدربين كويسين والناس
مستواها بسم الله ما شاء الله عالي جدا وبيعلى. ده انا شايف ان كله ده كله يعني انا حاسس ان دي البدايه عند كل الشباب اللي معانا النهارده. هي دي مش ان انا شايف ان كله بيقول انا كده ببتدي انا كده ما وصلتش لاعلى حاجه لسه. فعلا فعلا اللعبه بصراحه كل شويه بيطلع فيها جديد. ما فيش حد يقول انا وصلت لاعلى قمه او ده اخر ليفل ما حدش يقدر يعديني. لا كل مره في جديد. لما تيجي نخش في المنطقه الخطر بقى شويه والاصابات والكلام ده ممكن حد يتصاب من اللعبه دي؟ جدا. انا مثلا جالي خلع في الكتف قبل كده واصابات في الريست وكده. اصاباتها جامده بس للي بيلعب حركات او الحركات لما تكون صعبه كل ما تعلى كل ما الخطوره بتاعتها بتزيد شويه. لكن طول ما احنا بنلعب شغل فيتنس وكده والفيتنس بتاعها عادي مفيش اي خطوره. بس الخطوره كل ما اعلى بمستوايا كل ما هتزيد الخطوره بتاعتي اكتر. بس الواحد ممكن يتجنبها بالتمرين السليم طبعا والمكان يكون امان كويس وكده اكيد طبعا الاصابات هتقل. طب احنا اتكلمنا ان هي ممكن تصيب ممكن تطلع اللعبه دي ممكن تطلع واحد من اصابه او تساعده اللي هو يستشفى او يعني هو مش عارف تتقال ازاي يعني عنده اصابه ينفع يلعب اللعبه دي وتحسن من اصابته؟ ينفع جدا. ايه الفكره مثلا لو انا كشخص عندي مثلا اصابه في العمود الفقري مثلا كل اللي انا بعمله بديله تمرينات بتقوي له العضلات اللي حوالين العمود الفقري اللي هي عضلات الظهر تمام بحيث اللي يكون التحميل كله مش على الفقرات. لا انا بنمي له العضلات بحيث التحميل برضه يكون على العضلات اخفف شويه الحمل على العمود الفقري. هي نفس الفكره وعليها على باقي الاصابات في الجسم. تمام. قول لي اخبارك ايه في المنافسات بتطلع وبتنافس وكده ولا لسه؟ انا عارف ان بطوله الجمهوريه لسه كانت قريب يعني دي اول واحده تتعمل في مصر. اول بطوله كنت انا منظمها الفريق بتاعي وبار باديز وبار فيروس تمام كنت انا حاكم فيها انا وكابتن جنش محمد رفاعي تمام كنا احنا ثلاثه حكام. بعد كده البطوله اللي فاتت دي كنت دخلت فيها كنت انا اللي منظمها انا وعمر تمام انا خدت فيها مركز خامس. كويس. واكيد مع الوقت المستوى بيتطور وبتقدم وبتوصل يعني عايز توصل لحد فين؟ لا انا ملهاش زي ما قلت لحضرتك ملهاش مستوى انا طول ما انا بتمرن اكيد في احسن. تمام. سؤال بحب اساله في كل حلقه يعني لو كنت مسؤول عن الرياضه في مصر او مسؤول عن الستريت ورك اوت كنت هتعمل ايه؟ انا مبدئيا انا خريج يعني في تربيه رياضيه. طب هايل يعني السؤال جه في مكانه اهو. السؤال جه في مكان تمام. انا لو فعلا انا مسؤول يعني الرياضه عموما في مصر مش واخده حقها وبالذات الرياضات دي يعني احنا عندنا يعني طلعنا بطوله عالم طالعين بطوله عالم اهو ومحدش عارف عننا يعني كابتن عمر طالع بطوله عالم تمام ومحدش عارف عنه تمام يعني ليه احنا مثلا ما نشجعش الشباب دي؟ ليه مثلا الحكومه ما تكونش عارفه ليه ما يتعملناش اتحاد تمام يعني احنا عاملين زي مثلا احنا الفرق او على الاقل منظمه معترف بيها يعني الكلام دوت عاملينه بيننا وبين نفسنا يعني الفريق كله الفرق كلها في مصر يعني لما نقول يا جماعه في ايفنت تلاقي كل الفرق متجمعه مهما انت كنت في اي محافظه كله بيجي غير يعني اي رياضه تانية. زي ما انا اتبسطت جدا والله ان انتوا جيتوا النهارده يعني ناس جت من اسكندريه وانت جيت من البحيره يعني فده والله بسطني يعني جدا يعني احنا لو هم شجعونا كمان ما بالك بقى اللي هيطلع مننا يعني الكلام دوت ما فيش اي تشجيع بقى لنا كام سنه ما حدش يعرف عننا حاجه وبنعمل الشغل دوت بينا وبين نفسنا ما بالك بقى لما الاعلام ياخد باله والمسؤولين حتى بتوع الرياضه في مصر هنا ياخدوا بالهم مننا ايه اللي هيطلع مننا بقى وايه اللي المستويات اللي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هيطلع منكم كل حاجه كويسه وهيطلع منكم كل خير. قد ايه يا جماعه ممكن فعلا والله الرياضه تاثر ايجابيا على المجتمع وخاصه ان احنا بنبني مجتمع مصري جديد بيسعى الى الافضل واحنا من النهارده مش جايين بنقول او بنهاجم او بنقول ان في تاثير لا احنا جايين عايزين نطرح خطوه لقدام عايزين نخش خطوه لقدام. نورتني وبجد يعني انا مبسوط ان انا معاكم النهارده اللي انت نورتني وجيت لي من البحيره مخصوص حبيبي شكرا. Let me get up on it. Let me get up on it. Let me get up on it. So-
talking dirty to me, babe. Every time I want it, every time I want it, every time I want it. يعني طبعا بعد اللي انا شفته النهارده مش قادر امسك نفسي، لازم اعمل اي حاجه. يعني شفنا النهارده ستريت ورك اوت، لعبه ظهرت بقى لها سنتين بس في مصر، وقد ايه بقى ليها قاعده شعبيه ما بين اللي بيمارسوها او بين اللي بيمارسوها، وقد ايه الشباب اللي بيمارسوها عندهم هدف وامل اللي هم يرتقوا باللعبه بتاعتهم ويوصلوا بيها لمرحله متقدمه. وعلى فكره هم مش مستنيين مساعده حد، اللي هم ابتدوا بنفسهم. اشوفكم الحلقه الجايه وسبوت جديد. السلام عليكم. Feel the magic in the air, ay ay ay, love it in my all air, ale ale ale. Feel the magic in the air, ay ay ay, love it in my all air, ale ale ale. Feel the magic in the air, magic system, Red One, Shawty. مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة، قال لي الأهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بشهور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. الفكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مشيت الماي قلت أقدم برنامج للرياضة، أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغيرة وكنت راجل عجوز، مطر بليك روكي everybody كان شوز. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، ما أظن الفكرة وصلت مش زي ما كانت. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة.